متابع اليوم السابع، أهلا وسهلا بكم في تغطية إخبارية جديدة نقدمها لكم من صالة تحرير اليوم السابع. أقدمها لكم أنا أحمد التايب. طبعا لا حديث يعلو عن يعني التصعيد الدائري الآن بين حزب الله وبين إسرائيل، خاصة بعد الضربة النوعية من قبل إسرائيل لحزب الله بعد تفجيرات الأجهزة اللاسلكية البيجر منذ الثلاثاء الماضي، ثم الأربعاء تفجيرات جديدة أيضا في جنوب لبنان. ثم بالأمس الجمعة قامت إسرائيل باستهداف جنوب لبنان والضاحية الجنوبية بغارة جوية تحدثت فيها إسرائيل عن مقتل 10 من قادة وعناصر حزب الله، وعلى رأسهم الرجل الثاني في حزب الله بعد فؤاد شكر هو طبعا إبراهيم عقيل. ثم تحدثوا أيضا عن اغتيال شخصية أخرى وهو أحمد محمود وهبي أو محمد محمود وهبي، وأعلن حزب الله يعني صحة اغتيال إبراهيم عقيل وأيضا اغتيال القائد وهبي. وبالتالي نتناول معكم في هذه التغطية أبرز بقى المستجدات وآخر التفاصيل الليلية التي دارت خلال الساعات الماضية، وخاصة أن كان هناك جلسة طارئة وفقا لطلب من الجزائر في مجلس الأمن، وانتهت بتحذير إسرائيل من مواصلة العدوان وضرورة إنهاء الاحتلال طبعا، وحدث نوع من أنواع الإدانات الكثيرة لأعضاء مجلس الأمن، وأيضا هناك إصرار من قبل مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في الدفاع عن إسرائيل. ونأخذكم فيما نشره اليوم السابع خلال الساعات الماضية كالآتي. الخبر الأساسي في هذه التغطية هو حزب الله يستهدف مرتفع أبو دجاج الإسرائيلي بقذائف المدفعية ويدمر دبابة مركافة. وده طبعا أعزائي متابعي اليوم السابع وفقا لإعلان حزب الله اللبناني أنه قام باستهداف دبابة مركافة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مرتفع أبو دجاج وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها. الخبر الثاني هو يتحدث عن انه حزب الله ايضا يعلن اغتيال القيادي احمد محمود وهبي في غارة اسرائيلية. اعلن حزب الله اللبناني اليوم السبت اغتيال القيادي في حزب الله احمد محمود وهبي جراء الضربة الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. وطبعا يعني الخبرين اللي هو الخبر الاستهداف وخبر تأكيد اغتيال القيادي أحمد محمود وهبي في غارة إسرائيلية. الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن أنه هناك اغتيال لعشرة من قادة حزب الله وخاصة في وحدة الرضوان في جنوب لبنان، لكن التأكيد من قبل حزب الله كان لإبراهيم عقيل، ومنذ طبعا دقائق تم التأكيد من قبل حزب الله اغتيال القيادي أحمد محمود وهبي في غارة إسرائيلية. وطبعا هذا المشهد العبثي الذي يدور الآن في الحرب الإسرائيلية على عدوان على قطاع غزة، أيضا هناك قصف متواصل من قبل القوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وبالفعل تم استهداف خان يونس، والتقارير تتحدث عن أن هناك إصابات وأيضا هناك عدد من الشهداء جراء طبعا مواصلة حكومة نتنياهو المتطرفة القصف العشوائي على قطاع غزة. يبقى أعزائي متابعي اليوم السابع، الحرب الدائرة الآن سواء كان في جنوب لبنان هناك تصعيد مستمر ومتزايد من قبل إسرائيل، وخاصة بعد تفجيرات البيجر والأجهزة اللاسلكية الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وبالأمس أيضا قامت إسرائيل بشن غارة جوية على الضاحية الجنوبية، وأيضا تم استهداف عدد من القادة في حزب الله. وبالتالي أعتقد أن هناك تطور يعني كبير جدا في هذا التصعيد، من الممكن بل من المؤكد في ظل طبعا إصرار نتنياهو وتعنته بشأن عدم وقف إطلاق النار في غزة وعدم إنهاء هذه الحرب، إلى يعني إطالة أمد هذه الحرب، وأيضا إلى يعني الحديث عن فكرة أن يكون هناك حرب إقليمية شاملة الكل سيدفع ثمنها. لكن السؤال الآن،
لماذا يصر نتنياهو على شن غارات على جنوب لبنان وعلى فتح جبهة جنوب لبنان؟ أعزائي متابعي اليوم السابع، ببساطة شديدة جدا، منذ اندلاع الأزمة ودخول حزب الله على الخط دعما ومساندا ومساندا للمقاومة الإسلامية أو المقاومة الفلسطينية في الحرب على غزة، وهناك طبعا إجلاء وتهجير جراء القصف المتبادل والتصعيد المتبادل بين حزب الله وبين إسرائيل، هناك إجلاء وتهجير لأكثر من 100,000 إسرائيلي من الشمال الإسرائيلي. وبالتالي أتت حكومة نتنياهو المتطرفة الأيام الماضية وتحدثت عن أن هناك هدف جديد يتم إضافته إلى الأهداف الأخرى أو الثلاثة في الحرب الإسرائيلية على غزة، وهذا الهدف هو ببساطة شديدة جدا أنه ضرورة عودة سكان الشمال الإسرائيلي إلى مناطقهم. حزب الله رفض في خطاب حسن نصر الله يعني تعليقا وردا على تفجيرات البيجر، تحدث عن أنه لن يسمح لسكان الشمال الإسرائيلي لعودتهم مرة أخرى، وبالتالي أدت هذه الأمور إلى التصعيد، ورعينا غارة جوية إسرائيلية طبعا استهدفت جنوب لبنان، والحديث عن اغتيال يعني مجموعة أو عدد من القادة في حزب الله. السؤال الآن، هل سيظل المجتمع الدولي في هذا العجز وفي هذا الصمت وفي هذا الشلل التام، وخاصة أنه كان هناك جلسة طارئة بطلب من الجزائر تتحدث عن ضرورة وقف إطلاق النار وضرورة إنهاء هذه الحرب، وخاصة أن هناك جرائم حرب يتم ارتكابها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي سواء في طبعا في قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية أو حتى في المدينة المقدسة وأيضا في جنوب لبنان؟ وطبعا الكل يعلم أن هناك جراء طبعا تفجيرات البيجر والأجهزة اللاسلكية أن هناك يعني الآلاف من الضحايا اللبنانيين جراء هذه العملية الإسرائيلية أو هذه يعني الغارة الإسرائيلية أو هذه الضربة الإسرائيلية على لبنان. وده اللي بيؤكده مندوب لبنان في مجلس الأمن، وأكده بشكل واضح أن ما حدث من تفجيرات البيجر هو عمل عقابي أو يمثل عملا عقابيا لشعب لبنان بأسره. وبالتالي الحديث عن جرائم الحرب التي يرتكبها نتنياهو وحكومته المتطرفة بشكل يومي منذ اندلاع هذه الأزمة هي عديدة ومتعددة، لدرجة أنه محكمة العدل الدولية اللي هي المفترض تخضع للنظام العالمي تحدثت عن أن هناك جرائم حرب بالفعل، وقامت باتخاذ تدابير واتخاذ عدة قرارات لوقف هذه الحرب التي يعني ضد الإنسانية، لكن في طبعا أنه إسرائيل هي فوق القانون، فهناك عجز أيضا من قبل محكمة العدل الدولية لتنفيذ قراراتها. أيضا المحكمة الجنائية الدولية اتخذت قرار بأنه نتنياهو مجرم حرب هو وزير دفاعه، وأيضا عجزت المحكمة الجنائية في إصدار قرار أو في تنفيذ قرارها ضد طبعا نتنياهو. والآن في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن رأينا أنه النتيجة والخلاصة أن هناك تحذير وإدانة ومطالبة لإسرائيل التي في الأصل هي يعني تتعنت وترفض، وهي دائما تتعامل عنها دولة أو كيان فوق القانون. يبقى أعزائي متابعي اليوم السابع، يعني نحن هنا في اليوم السابع حاولنا بقدر الإمكان أن احنا نعرض لكم أبرز التطورات وأبرز الأخبار والتفاصيل الخاصة بالمشهد والتطورات الليلية في جراء التصعيد بين حزب الله وبين إسرائيل. وكان الخبر الأول هو أن حزب الله يعلن اغتيال القيادي أحمد محمود وهبي في غارة إسرائيلية. أما الخبر الثاني هو أيضا خاص بحزب الله، يعلن استهداف مرتفع أبو دجاج الإسرائيلي بقذائف المدفعية ويدمر دبابة مركافة. أما الخبر الثالث وهو أيضا خاص بحزب الله اللبناني، بيتحدث عن استهداف موقعي رويسات العالم والسماقة في كفر شبا المحتلة. وكل هذه الأخبار تؤكد أن يعني التصعيد بين حزب الله وبين إسرائيل هو في تزايد. وبالتالي نعود مرة أخرى إلى تحذير الدولة المصرية منذ اندلاع الأزمة أنه لا هدوء ولا استقرار ولا أمن ولا أمان إلا بإنهاء الحرب العدوانية
على غزة، لأن كل ما يحدث الآن في المنطقة وكل ما يحدث الآن في يعني فتح جبهات جديدة من هذا الصراع لهذا الصراع هو مرتبط ارتباط أصيل بما يدور في غزة، وبالتالي كان التحذير المصري هو تحذير واضح وصريح بأنه لابد من وقف إطلاق النار في غزة. وهنا نتحدث إذا أردنا بالفعل وإذا قمنا بهذه المسؤولية الأخلاقية من قبل المجتمع الدولي، هنا بالفعل نستطيع أن نتحدث عن عودة الاستقرار والهدوء مرة ثانية إلى طبعا المنطقة وإلى الإقليم. يبقى أعزائي متابعي اليوم السابع، كنا معكم في تغطية إخبارية يعني نتحدث فيها عن أبرز التفاصيل وآخر المستجدات في المشهد الفلسطيني، سواء كان في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أو في الضفة الغربية، وأيضا في الجبهة الأخرى المشتعلة منذ الأسبوع الماضي الخاصة بطبعا الحرب الإسرائيلية على جنوب لبنان. انتظرونا في تغطية إخبارية جديدة ننقل لكم آخر التفاصيل وآخر المستجدات لحظة بلحظة. تابعونا على اليوم السابع، كان معكم أحمد التايب.